الجيش المصري. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول تيري بوركارد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول اللقاء علاقات التعاون العسكري بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، كذلك تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم أفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين وتوافق الرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا والموضوعات بكافة المجالات العسكرية. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الفرنسي والملحق العسكري الفرنسي بالقاهرة. التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، كذلك مناقشة سبل دعم وتطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيدا بتنامي آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية. من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وإفريقيا الوسطى، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإبراز الإنجازات التي تحققت بجهود وسواعد أبناء الشعب المصري في مختلف القطاعات، نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى المشروع القومي العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة تشكى جنوب مصر، والذي يبلغ مساحته 400 ألف فدان وستصل إلى 600 ألف فدان بنهاية عام 2025. واستمع الوفد إلى شرح مفصل من اللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، تضمن المرحلة الحالية والمستقبلية للمشروع وما حققه من زيادة رقعة مصر الزراعية
وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق طفرة في مجال الأمن الغذائي. وتفقد الوفد عددا من المراحل المختلفة بالمشروع معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للجهد الذي يبذله القائمون على العمل في ظل الظروف المناخية شديدة الصعوبة، والذين أكدوا على استعدادهم الدائم للتضحية والعطاء من أجل بناء مستقبل مصر بسواعد أبنائها المخلصين. وفي ختام الجولة قدم الوفد الشكر والعرفان للقوات المسلحة على تنظيم الزيارة وما تقوم به من جهود بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لدعم مقومات التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين في وطن آمن مستقر رغم كل ما يدور حوله من صراعات ومتغيرات. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، مفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستغلال مياه الصرف الزراعي المهدرة والغير المستغلة للتغلب على العجز المائي، احتفلت القوات المسلحة بحصول محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي على 4 أرقام قياسية بموسوعة جينيس كأكبر منشأة لمعالجة المياه في العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بمساحة تتخطى 320,000 متراً مربعة، والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء أحمد علي العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلي وكالة جينيس الدولية وممثلي الشركات المنفذة للمشروع. وخلال الاحتفالية ألقى اللواء أحمد علي العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للسادة الحضور، مشيرا إلى أن حصول محطة الدلتا الجديدة على هذه الشهادات يأتي تتويجا للجهود التي بذلتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المشاركة في التصميم والتنفيذ والتشغيل. وألقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة أعرب خلالها عن تقديره لجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة المشاركين في المشروع، مؤكدا على أهمية هذا المشروع لبناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية مستدامة. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتجديد منظومة الري في مصر إلى الجيل الثاني من منظومات الري من خلال الترشيد وإعادة التدوير. كما ألقت ممثلة موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية كلمة أعربت فيها عن سعادتها لتقديم الشهادات لهذا المشروع العملاق، متمنية أن تحقق المشروعات المصرية مزيدا من الأرقام القياسية الجديدة. واختتمت الاحتفالية بتسليم الشهادات وتكريم الشركات العالمية وتحالف الشركات المنفذة للمشروع.